مرحبا واضح، معكم فاضل عليوة من ولاية بومرداس، معالجة فنية مع ذوي الاحتياجات الخاصة والناس العاديين. La thérapie par l'art consiste en une technique de médiation artistique pour accompagner les personnes qui ont des besoins spécifiques. البداية تاعي كانت عن طريق دوري كأم. أنا كأم شفت بنتي اللي عندها واحد من اضطرابات التعلم اللي هي لا ديستراكسي. جي فولو ليدي اي لاكومباني او كوتيديان ا اميليوري سا موتريسيتي ا اميليوري سا فينيس باسكو لا دي تروبل دو لا كورديناسيون لا دي تروبل دو لا كونسنتراسيون سو كي في ا ترافير مون ترافاي دو مامون بور ايسيي داكومباني ما في جي كومبري لامبورطانس دو سي ميتي جي فولو مي فورمي بور être plus apte à l'aider et à l'accompagner. Donc, من هذا المنبر حاولت نعاون بنتي، درت التكوين، ومن بعد كي شفت ملي بنتي نجحت معاها طريقة العلاج بالفن، من هذا الباب قلت وعلاش ما نديرش ورشة اللي تكون في فائدة الجميع. تلونسيت فيها يعني وفتحت الورشة وشفت باللي كان فيها تجاوب من الناس، كان بزاف ناس جاو. دون سيت ايكول في ليكول عليوة ورشة عليوة للفنون اون ايتيليزي لابروش دي زار بلاستيك دونك الزخرفة بالتنقيط اللي هي لا تكنيك دو ماندالا لو بوينتيزم اون ايتيليز اوسي لو كونكريت ارت اللي هو لو ترافاي تاع الجبس لو بلاتر ان فيت لا جيزمونيت لو سيمون بلون دونك اون ترافاي اون لا ماتيير اي فوالا دونك جو مسوي لانسي اي جو سوي فيير باسكو ان فيت L'école existe aujourd'hui, elle apporte énormément de bien, c'est une valeur ajoutée dans la société et je suis très heureuse qu'elle existe. On se guillera la thérapie du bonheur parce que vraiment ça apporte énormément de bienfaits. Ce que je pense, c'est que c'est des structures qui ont besoin d'exister chez nous et qui ont besoin de se multiplier pour apporter cette thérapie du bonheur.